ولما قتل إخوة العباس بين يدي ورآهم صرعى على وجه الصعيد لم يستطع صبرا، فجاء إلى الحسين عليه السلام يستأذنه في القتال ويطلب الرخصة منه، فبكى الحسين وقال له: أخي عباس، أنت حامل لوائي وعميد عسكري ومجمع عددي، فإن أنت مضيت يؤول جمعنا إلى الشتات وتنبعث عمارتنا إلى الخراب. سيدي، لقد ضاق صدري وسئمت الحياة، وأريد أن أأخذ بثأري من هؤلاء القوم. إن كان ولا بد، فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء، فقد تفتتت أكبادهم من الظمأ. وإذا بالأطفال ينادون العطش العطش يا عم، احموا للشدد غيرك من يشلها وتفوف النواي، من يشلها تثير جروح قلبي، من يشلها أداوي جرح يصير بي. فذهب العباس إلى القوم، فلما توسط الميدان: يا عمر بن سعد، هذا الحسين ابن بنت رسول الله قد قتلتم أصحابه وأهل بيته، وبقي وحيدا مع عياله وأطفاله وهم عطاشا، قد أحرق الظمأ قلوبهم، فاسقوهم من الماء فإنهم قد وصلوا إلى الهلاك. وهو مع ذلك يقول: دعوني أخرج إلى الهند أو الروم وأخلي لكم العراق والحجاز، فما أنتم قائلون؟ يا ابن أبي تراب، قل لأخيك لو كان وجه الأرض كلهما وهو تحت أيدينا لما سقيناكم منه قطرة واحدة حتى تدخلوا في بيعة الأمير عزيز. عندما سمع العباس ذلك رجع للإمام الحسين عليه السلام وأخبره بما جرى بينه وبين الأعداء، فحمل عروة بن قيس بخيله على مخيم الحسين، فحمل الحسين وبين يدي العباس، عباس يصيح هذا اليوم يومي وغدا جف الأجل يا حسين، يومي اشتريت السيف دم يجي، يومي لما انت عطش قلوب الفاطمي، عبست وجوه القوم خوف الموت، والعباس فيهم ضاحك متبسم، قلب اليمين على الشمال في الأوصال يحصد الرؤوس
الكتائب تفر بين أيديهما حتى ضعضع أركان العسكر. ثم رجع إلى المخيم وإذا بالأطفال يصرخون من العطش. فلما سمع العباس ذلك رفع رأسه إلى السماء وقال: إلهي أنا أعتد بعدتي وأملأ لهؤلاء قربة من الماء. فجاءت سكينة تحمل القربة وتشتكي ما بها من الظما. يسكن ظامي وعباس عمي شلون يصير وانا عدل يمي يا عم الماي هي الله يهمي سيف طوع ابنه. وبعد أن أم بالذئاب تعلقت به أخته زينب عليه السلام وقالت: أخي يا أبا الفاض الوداع الوداع. فقبلها من رأسها وقال لها: الوداع يا زينب. فصاح بها الحسين عليه السلام: أخي دعيه يمضي فقد اشتاق الحبيب إلى حبيبه. الله أكبر. وحمل العباس من جهة الفرات يريد الماء وهو يرتجز: أقاتل القوم بقلب مهتدي أذب عن صبط النبي أحمد إني أنا العباس ذو التودد نجل علي الطاهر المؤيد. فلم يعبأ بجمعهم ولا راعته كثرتهم فكشفهم عن وجهه: لأقسمت بالله العز الأعظم وبالحجون صادقا وزمزمي وبالحطيين والفنى المحرم ليخضبن اليوم جسمي بالدم دون الحسين بالفخار الأقدم إمام أهل الفضل والتكرم. ولم يزل يقاتل ودام دمليت الغاب يسطو بسالة إلى الماء. لم يكبر عليه ازدحامها فجلا تلالها بجيش ثابت فتقاعست منكوسة أعلامها ونزل المشرعة. فلم يجرأ أحد من الاقتراب إليه
فلما أحس ببرودة الماء مد يده وغرف غرفة ليشرب، فلما أدناها من فمه ذكر عطش خيي الحسين وأطفى له فرم الماء من يدي وقال: يا نفس من بعد الحسين هوني وبعد ولا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين، والله ما هذه فعال ديني ولا فعال صادق اليقيني، شلون اشرب وخوي حسين عطشان وسكنة والحرم واطفال رضعان وضن قلب العليل التهب نيران، يا ريت الماي بعد لا حلو مر. فلما خرج من المشرعة تلقاه عمرو بن الحجاج بمن معه فشد عليهم وهو يقول: لا أرهب الموت إذا الموت زقى حتى أوارى ميتا عند اللقاء، نفسي لنفس الطاهر الطهر وقى، إني صبور شاكر للمنتقى، بل أضرب الهام وأفني المفرقا، إني أنا العباس صعب باللقاء، فقتل رجالا ونكس أبطالا، وبينما هو يقاتلهم إذ كمن له زيد بن الرقاد من وراء نخلة فضربه على يمينه فبرأ فأخذ السيف بشماله وقاتلهم وهو يقول: والله إن قطعت ما يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقيني، صبط النبي الطاهر الأمين، وقاتلهم قتالا شديدا فكمنا لو حكيم ابن الطفيل من وراء نخلة وضربه على شماله فقطعه، فقال عليه السلام: يا نفس لا تخشي من الكفار وابشري برحمة الجبار مع النبي المصطفى المختار، قد قطعوا ببغيهم يساري فاصلهم يا رب حر النار. وكان كل همه إيصال الماء إلى الحسين عليه السلام وعياله، فلما نظر عمرو بن سعد إلى شدة انتمام العباس بالقربة طاح: ويلكم دونكم القربة، فوالله لو شرب الحسين لفناكم عن آخركم. فرشقوه بالنبال فجاءت إليه سهام كالمطر،
فسهم أصاب القربة وسهم أصاب عيناه وسهم أصاب صدره وسهم أصاب ركبته وضربه لعينا بعمود من حديد على رأسه فسقط إلى الأرض وقال أخي أبا عبد الله أدركني. فحمل عليهم الحسين كالليث الغضبان وهو يقول إلى أن تفرون وقد قتلتم أخي. تعاين من الخيم للعلقم حسين يصيح بصوت يا عضيد طحت وين بعد ما شوف دربي يضوى العين يا اخويا الكان كل بعيني يظلم. فلما وصل اليه احس العباس بوقع اقدام الحسين عليه السلام فظن انه رجل من الاعداء جاء لقطع راسه فقال له بالله عليك امهلني حتى يأتي إلي ابن والدي فأودعه ويودعني. فلما سمعه الحسين عليه السلام صاح أخي أبا الفضل أنا أخو يا حسين طلع السهم من عيني وبهداي يا مظلوم لا تعذيني يا عباس يا عباس السهم قل شلون طلع اي متعان الوسط وصعب الشلعة يا ريت انصب مناح عليك وانعم. ثم ان الحسين عليه السلام جلس عنده وانشأ يقول تصديتم يا شر قوم ببغيكم وخالفتم فينا النبي محمدا أما كان خيرة الله أوصاكم بنا أما كان خيرة الله جدي أحمدا أما كانت الزهراء أمي ووالدي عليا أخا خير الأنام مسددا لعنتم وأخزيتم بما جنيتم ستصلون نارا حرها يتوقدا. فلما وضع رأسه في حجره أنزله العباس من حجر أخيه وكلما أعاده الحسين أنزله العباس. فقال له الحسين لماذا يا أخي كلما وضعت رأسك في حجري تنزله إلى الأرض؟ فقال العباس أنت الآن تضع رأسي في حجري. فبعد قليل
وضع راسك في حجنه. فقال الحسين: إذا دعني أحملك إلى المخيم. قال العباس: بالله عليك إلا ما تركتني في مكاني. فقال الحسين: لماذا يا أخي؟ قال العباس: لأمرين، الأول فقد نزل بي الموت الذي لا بد منه، والثاني فإني وعدت سكينة بالماء وأنا مستحم منها. يا خو يا حسين خليني بمجواني، يقل ليش يا زهرة زماني، يقل لوعديت سكنة تراني ما يوم استحي منها وما يقدر. ثم فاضت روحه الزكية، فقام الحسين عليه السلام وقد اجتمع القوم ينظرون إلي. الآن انكسر ظهري، الآن شمت بي عدوي وقلت حيلتي. يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم، يا خويا لا اقدر اقوم، صريت مركز يا خويا لكل الهموم. يا خويا استوحداني يا ابو فاضل، يا خويا يا خويا استوحداني عقبك القايا، يا ام ولا واحد علي بعيد ينغار. يا خويا بياكتي يا ارطاح عن زنودك، يا خويا زنودك يا خويا العلم قل وين وين جودك. يا ابو فاضل زمان يا هم يعودك، يا خويا يعودك والشمل اللي تشتت بيك التغم. يا خويا العلام العلايم يبقى بغير شيال، يا خويا الشيال يا نور العين من بعدك للعيال، يا ابو فاضل يا خويا. ثم رجع الى المخيم مهدود الحي اي لمن هو كل قواه، منكسرا حزينا يكفكف دموعه بكمه كي لا تراه النساء. يسكنا على الشريعة طاح عمي، يا ابو يا مستحي يعتذر مني، جاب الماي راد العطش شبدي، ايش وابن الصدرب شقاه جود. وتلقته الحوراء زينب عليه السلام ورأته مكسورا حزينا، ف
فقالت له أبا عبد الله أراك رجعت وحيدا أين ابن والدي أين أخي العباس فلم يكلمه بل ذهب إلى خيمة العباس وأسقط عمودها فارتفعت الأصوات بالبكاء والنحيب فنادى الزينب وأخاه وعباسا وضيعتنا بعدك فبكى الحسين وقال وضيعتنا بعدك يا خويا ليش وحدك جاي لينا لينا جاء عباس اخوك البطل وين يا سمع زينب حسين وجرت عينه بالعباس إلى الأجر عظم يا عباس من تلي جبتني وبيدك يا عزي ركبتني وطول الدروب ما فارقتني يا ليش الساعة سخدور خواته ابو الغير الشهم ما تركني ملك فني ما تركني ملك فني رايد الما يعرفني شبك جوده وفزع صوب الالاف تعني لبس قلب درع رايد الما يعرفني شبك جوده وفزع صوب الالاف تعني لبس قلب درع اجاب للما هدية القمر لما نرجع هود قلوب خواته قمر نور يشع زينب طلبتني ماي شلون اخليها برجاي زينب طلبتني ماي شلون اخليها برجاي ما تركني ملك فني دبل جفوف تفيلي ولا دب العلم عارس خدور خواته ابو الغير الشهم ما تركني ملك فني ما تركني ملك فني تنهى حراس تلزم النهر وانا عدل غير اجيبه بجربتي وحدر جدمك يضل فانها حراس تلزم النهر وانا عدل غير اجيبه بجربتي وحدر جدمك يضل قلت له تسلم يا خويا وكفو يا بالفضل شحد اليدوس طرفنا بوجودك يا النفل ابرغ اسمك ما يطيح يا جبلة الزريح ابرغ اسمك ما يطيح يا جبلة الزريح ما تركني ملك فني دب الجفوف تفيلي ولا دب العلم عارس خدور خواته ابو الغير الشهم ما تركني ملك فني ما تركني ملك فني يا اختي يا جيش يكظني وحق دم حيداره اشتي في الماي واجيب ابجرب تبع سكاره
يا اختي يا جيشك اظني وحق دم حيداره اجتفي الماي واجيبه بجرب تبع عسكره بسيفي مكتوب مجدنا ودماي المحباره قلت له نعمين يا عباس يا سبع القنطاره ابي رغنت وبيد اخوك بخدرك مكلف نبوك ابي رغنت وبيد اخوك بخدرك مكلف نبوك ما تركني ملك فني دبي الجفوف جفيلي ولا دبي العلم عارس خدور خواته ابو الغير الشهم ما تركني ملك فني ما تركني ملك فني أخطوط حمراء حدوديك وأنا العباس خوش أقلب القاع عليهم وطمهم لودنوش أخطوط حمراء حدوديك وأنا العباس خوش أقلب عليهم وطمهم لودنوش عايل جفوف عساها تقطع لو اجوت شلون ينداس شرفنا وسف وانا بنبوش شحد لجس الخيام غير حولها ظلام شحد لجس الخيام غير حولها ظلام ما تركني ملك فني دبي الجفوف جفيلي ولا دب العلم عارس خدور خواته ابو الغير الشهم ما تركني ملك فني ما تركني ملك فني ولما قتل العباس التفت الحسين عليه السلام الى اهله وصحبي مجذرين كالأضاحي فقال هل من ذاب يذبه عن حرم رسول الله هل من موحد يخاف الله فينا هل من مغيث يرجو الله في إغاثتنا هل من معين فيكشف الضر عنا فخرج علي بن الحسين السجاد عليه السلام يتوكأ على عصاه ويجر سيفه لأنه كان مريضا فصاح الحسين عليه السلام بأم كلثوم احبسيه لئلا تخلو الأرض من نسل آل محمد ثم التفت الحسين عليه السلام إلى زينب وقال لها ناوليني ولد الصغير لأودعه فجاءت به تحمله ودفعته إليه وقالت له يا أخي إن هذا الطفل له ثلاثة أيام ما شرب الماء فاطلب له شربة من الماء فأخذه الحسين عليه السلام وتوجه به إلى القوم وقال لهم يا قوم لقد قتلتم كهولي وشباني ولم يبقى سوى هذا الطفل وقد جف لبن أمه من شدة الظمأ فاسقوه جرعة من الماء يا أمير إذا كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار اقتلوه ولا تبقوا لهذا البيت من باقية
اسقوا هذا الرضيع فماذا نفعل؟ جمعا لا تسقوا قطعة واحدة. لا جمعا لا تسقوا. لا تسقوا يا جمعا لا تسقوا. بالله عليكم اسقوا. لا تسقوا. لا تسقوا. ما ذنب هذا الصغير؟ لا تسقوا. ما ذنب هذا الصغير؟ لا تسقوا. يا جمعا لا تسقوا قطعة واحدة. يا جمعا حرملة أين حرملة؟ لبيك لبيك يا أمير. يا حرملة أقطع نزاع القوم هذا الصغير. وبماذا يا أمير؟ ألا تراه أرمى الطفل على صدر أبيه؟ لك ذلك يا أمير، لك ذلك. فرمى حرمل الطفل بسهم فذبحه من الوريد إلى الوريد. بعدا لهؤلاء القوم إذا كان جدك المصطفى خصمهم يوم القيامة. فلما أحس الطفل بحرارة السهم اعتنق أباه الحسين وجعل يرفرف كالطير المذبوح، ثم ملا يده من دم الرضيع ورمى به إلى السماء فلم تسقط منه قطرة إلى النار. هون علي ما نزل بي، إنه بعين الله. اللهم لا يكون أهون عليك من فصيل ناقة صالح. إلهي، إن كنت حبست عنا النصر فاجعله لما هو خير منه، واجعل ما حل بنا في العاجل ذخيرة لنا في الآجل. والله تلقى حسين دم الطفل بيدا، ايش حال الانشتيل بحضن اولاده. والله ولاد يا سال وترس تشفى من وردة، وذب للسما وللقاع ما خر. والله نضايا يا طفلة ورقبت شلون ما لا تحن ودمعته من العين سالت. والله سايلة يا ابو يا من السهم روحك، يا ابو يا من السهم رايا يا وحكي اشقال يا ثم رجع إلى المخيم فاستقبلته سكينة قائلا أبا لعلك سقيت أخي الماء وجئتنا ببقيته. فقال لها الحسين عليه السلام بني خذي أخاك مذبوحا. فلما رأيت صاحت وأخاه وعبد الله يبو يا الطفل عن دغطي، أنا مالي مالي قلب يا أبو يصد لي أشوف أذبيح وما درج لي. والله إذا خفت منه